مصاصي الدماء والمستذئبين، يكفي أن يعضك مخلوق ما حتى تفقد السيطرة على نفسك وتتحول إلى كائن مسعور يهاجم كل من حوله. ماذا لو أخبرتك أن هذا ليس مجرد خيال في مسلسلات الفانتازيا؟ فهنالك مرض ألهمت أعراضه المخيفة المخيال الشعبي منذ القرون القديمة لكتابة القصص والأساطير. إنه داء الكلب أو السعار، من بين جميع الأمراض والفيروسات التي تحصد آلاف الأرواح سنوياً، يبقى السعار أكثرهم رعباً ودراماتيكية. تحصي منظمة الصحة العالمية 55,000 حالة وفاة سنوياً، بمعدل شخص كل 10 دقائق. فماذا يحدث فعلاً حين يعضك كلب مسعور؟ هذه تانيت تشرح، وفي هذا الفيديو سنكتشف سوياً الحكاية المرعبة لداء الكلب. فيروس داء الكلب ينتمي لعائلة ليسا فيروسز. كلمة ليسا بالإغريقية تعني السعار. ينتقل هذا الفيروس عن طريق العض أو الخدش، أو حتى عن طريق اللحس على مخاطات الجسم أو الجراح المفتوحة. أكثر الحيوانات شيوعاً هي الكلب والثعلب، لكنه قد ينتقل أيضاً من الخفافيش في المغارات المهجورة، خصوصاً وأنها قد تقف على كتفك وتعضك دون أن تحس بها حتى، بسبب صغر حجمها وصغر حجم أسنانها. ما إن يدخل الفيروس إلى الجسم حتى تبدأ رحلته في التسلق وتتبع النهايات العصبية لكي يصل إلى وجهته المنشودة، الجهاز العصبي. قد تتساءل وتقول، لماذا لا يتعرف عليه جهازنا المناعي ويتصدى له؟ لكن خلايانا المناعية ببساطة لا تراه، كما أنه ينقسم ويتحرك ببطء شديد دون أن يشعل صفارة الإنذار، وذلك بمعدل ربع إلى 1 سنتيمتر فقط يومياً. ولهذا فترة حضانة الفيروس قد تمتد من 40 يوماً إلى سنة كاملة دون أي أعراض. كلما كانت الإصابة أقرب إلى الدماغ كلما كانت أخطر، لأنه سيصل بسرعة إلى الجهاز العصبي ويمر عبر حاجز الدم في الدماغ، أين يمكنه الانتعاش مختبئا عن جهازنا المناعي، لأن هذا الحاجز في العادة يبقي الأجسام الضارة والمشبوهة خارجا. بينما يتكاثر الفيروس في الدماغ، يبدأ بالعبث مع الخلايا البروتينية ويسبب اختلالات عصبية. هنا تبدأ أعراض المرض بشراسة في أقل من 24 ساعة، حيث يحس المريض بالهيجان والأرق، تغزوه الهلاوس المزعجة والتشنجات، كما يتسبب الفيروس في انتفاخ دماغ الضحايا والضغط على الجمجمة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الدماغ نفسه. يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الحساسية للضوء والهواء وكل ما قد يثير الحواس، كالصوت المرتفع أو تيارات الهواء، أو أحياناً حتى أنفاس الطبيب الذي يتقدم للفحص. يتسبب هذا بألم رهيب وتشنجات تجعل المريض في حالة هيجان عالية. الفيروس لا يكتفي ببقائه هنا، بل يحتل باقي أعضاء الجسم كالجهاز الهضمي وبصيلات الشعر، وعلى الخصوص الغدد اللعابية. إنه يريد أن يجد طريقه خارجاً ليحتل أجساماً أخرى. إسالة اللعاب المفرطة وسيلة لضمان انتقال الفيروس، كما أنها نتيجة للألم الرهيب الذي يقاسيه المريض إذا حاول بلع لعابه أو أي سائل آخر. سيقاوم بوحشية إذا حاول المحيطون به جعله يشرب رغم عطشه الشديد، وهذا ما يعرف بالهيدروفوبيا. يتطور الموضوع لاحقا لتصبح مجرد رؤية السوائل أو سماع صوتها تؤدي إلى عذاب نفسي رهيب للمريض، كما قد تجتاحه نوبات هيجان حاد تدوم لعدة دقائق. يبدأ المريض فيها بالركض وضرب نفسه أو أي شيء متحرك أمامه، مع تصرفات غريبة أقرب ما تكون للجنون. لكن المؤلم في الموضوع أن المريض يحافظ على ذكائه التام حتى الغيبوبة النهائية. إنه يكتفي فقط بمشاهدة الفيروس المجهري يأخذ السيطرة على عقله، ويستمتع بتعذيبه وجعله يتصرف تصرفات المجانين، والموت محتوم بعد أسبوع على الأكثر من بداية الأعراض. تقول الجدات في الجزائر أنهم كانوا قديما إذا تأكدوا من إصابة شخص ما بالسعار
يقومون بغربلة الماء فوق رأسه حتى يموت من شدة الألم. إنه نوع من القتل الرحيم لكي يجنبوه أياما عديدة من المعاناة. المحزن أن جهازنا المناعي لا يتفطن للفيروس إلا بعد أن يكون قد انتشر في كافة الجسم، كما أنه لا يوجد أي دواء يمكنه إيقافه في هذه المرحلة. يكتفي الأطباء بوضع المريض في غرفة مظلمة وهادئة وإعطائه بعض المسكنات إلى أن تحين وفاته. العضة من كلب مسعور لا تعني بضرورة الإصابة بالمرض. اللقاح الذي اكتشفه باستور كان بمثابة طوق نجاة للبشرية من السعار. صحيح أنه لا يعالج المرض بعد الإصابة، لكنه يمكننا من الوقاية منه بعد العضة من حيوان مسعور، أي قبل أن يصل الفيروس للجهاز العصبي. لذا تأكدوا إذا ما تعرضتم لاتصال مع حيوان مسعور أن تغسلوا المكان جيدا بالماء لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم تعقموه بالكلور أو الكحول، ثم توجهوا مباشرة إلى المستشفى لمباشرة أخذ جرعات اللقاح. لا تنسوا تلقيح كلابكم المنزلية وتجنبوا لمس جثث الحيوانات خارجا، ولا تغامروا باكتشاف مغارات مجهولة والتعرض لخطر الخفافيش. إن بقاء الجنس البشري مهدد في كل لحظة من قبل عالم الفيروسات، خاصة وأننا على تماس دائم مع حيوانات قد تنقل داء الكلب أو الكورونا أو مختلف أنواع الإنفلونزا. تخيلوا لو حدثت طفرة جعلت فيروس السعار ينتقل عن طريق الهواء بشكل غير ملحوظ. قد يصبح هذا حرفياً أحد أكثر الكوابيس رعباً للبشرية. الأساطير التي تتحدث عن مصاصي الدماء الحاملين لصفات مرضى داء الكلب انتشرت قبل فترة طويلة من فهمنا لهذا المرض. القصة تعود للإغريق قديماً، حيث كتب هوميروس في أحد فصول الإلياذة عن هكتور بطل طروادة والذي يمثل عدو أخيل الشهير، وذكر أنه يمر بحالة سماها ليسا التي تترجم اليوم حرفياً بداء الكلب، وسميت عليها عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها الفيروس المسبب له. يصف هوميروس الليسا بأنها حالة غضب شديد يشبه الاستحواذ الحيواني، وبأنها تسلب العقل ولا تترك سوى الهيجان، مما يجعل من هكتور خارقاً ومرعباً في ساحة المعركة. كما أن الرغوة حول الفم والسعار الشديد خلق مفهوم الزومبي في أدبيات وأفلام العصر الحديث. يبدو أننا كبشر نميل إلى تجسيد مخاوفنا وصياغتها على شكل أساطير لمحاولة فهمها بأي طريقة ممكنة.